نعم، دعني أذهب أستاذ محمود إلى اللواء طارق زمام، عضو اللجنة الدائمة سيرة اللواء. مرحبا بك. يعني لعلك تابعت كما تابعنا جميعا ما يحدث في البيضاء اليوم، كيف تقرأها عسكريا وما الخيارات القادمة في أعقاب مثل هكذا انتصارات في المحافظة؟ البيضاء يا صاحبي شيء عظيم، هي شرارة الآن في خاصرة الحوثي وستنطلق مستمرة، يعني تجاوب الناس في المنطقة، الاضطهاد ما وصلوا إليه الناس، قوة العمالقة، قبائل يافع البطلة، أستطيع أقول أن الجمهورية ستعود والجمهورية انتصرت. لو فتحت كل الجبهات ما كان هذا حال الناس ولا كان هذا الموضوع، لكن الخذلان الذي حصل سواء من المجتمع الدولي أو من الشرعية أو من تسابقوا على الهدن وعلى المصالحة وعلى التسويق للمصرع على حساب البلد وعلى حساب الآخرين. نعم، يعني أنا أستطيع أن أقول بأن البيضاء ستكون بارقة أمل لفتح جبهات أخرى. نعم، البيضاء هي انتصار للجمهورية الآن، إذا تستطيع تقول البيضاء الآن هو السيف الذي سيكسر ظهر الحوثيين، فما بالك لو جت فتح الساحل مع أبطال المقاومة، ما بالك لو حصل الدعم في الجوف، ما بالك لو فتحت كل الجبهات. البيضاء الآن هو انتصار، وهي قاسمة، هذه هي الضربة القاسمة للحوثيين، وهي استعادة الدولة واستعادة الجمهورية. بدأت ما الذي تمثله إذن البيضاء استراتيجيا وعسكريا وجغرافيا أيضا؟ البيضاء يا سيدي هي التفاف لكل المحافظات كثيرة، وهي عسكريا إذا اتجهت منها غربا اتجهت إلى مناطق حساسة جدا مثل ذمار، أنت فصلت ما بين إب وما بين تعز وما بين وخففت الضغط على مارب، وحققت للناس الموجودين المواطنين الذي يعانوا من هذا الاضطهاد ومن هذا الأحقاد ومن هذا المذاهب المفروضة السخيفة على مجتمعنا. الناس البارح أمس الإحجار والرصاص من النساء في البيضاء، على ما يدل هذا؟ يدل على أي؟ يدل على أنه خلاص تنفسنا، رحبوا، يعني ما عاد لا ينادقين أطفالهن أو أزواجهن نطيق يقول لهم الحقوا القوم سروا قاتلوا. هذا هو الذي حصل في البيضاء، البيضاء انتصرت. نعم، انتصرت للجمهورية. أشكرك جزيل الشكر الشيخ طارق زمام، عضو اللجنة الدائمة، كنت معي عبر الهاتف.